عسلام سبا والله الحمد لله. شنو طموحك انت كشاب تونسي؟ نحل. ولا اعطيني طموح اخر. فماش طموح في تونس؟ ما يمش نقول لك طموح فماش. ودي نسيه تونس، اعطيني الطموح بالنسبه لك. نعرس دار كهرباء هيك. اعطيني احلامك لتو. احلامي؟ نعرش نزمي الحج، هذا هي حلمتي. اعطيني اش حققت منهم هذوما؟ حققت منهم شيء، حتى فرانك تحتي دورو ليا. هاك تشوف نقحف. نقحف؟ اي بعضنا معناها صاحبي فما سيجار ويمدلك سيجار ياك ياك. هيك هاو، لما طموحي باش نحرق، هذيك هي الطموح. وال فماش طموح في تونس. ايه زيد خمم، شنو قعد معك اللي انت كمل تخمم؟ بدي مش خمم خمم باش نخرج. ولا ذيك هي خمم مش مواضيع اخرى في تونس. زر العين كهو بيه. علاش هالوضع؟ اسمع اسمع دي خليها يظهر لي ناطرين حاجة هكا موثق كل شيء على عينيكم. كيف فما شكون قال لك واحد احمر هو تعدى من هنا شد ثنية البيان؟ سامسونج جاي برا نيشي هذا. هذيك هذيك اللي تعدى توا اللي تعدى توا عرفت السونيك انا جبت وتر لي عصا. كان تحب اعمل بوز؟ لا 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 البوز لا حد شايفه. عندي موضوع مهم ما قصيتش. ما موضوع مهم اسمعني. موضوع مهم. زعما زعما اللي تعدى يجري هذاك تو علاش اش عامل؟ والله ما نكذبش ما يمكن يجري على الخبزه كما قال. اوكرانيا قاعد يخدم مسكين يخدم على روحه. ما فما حد خالته وراه يضرني مازال بعيد جريه هذا. واو سي بون. نكملوا في تونس كيفاش ولات العيش؟ والله عيش كلها تجري على الخبز. كلها تجري على الخبز هكا تشوف انت واحد. تو اصلا حتى باش تحكي على ما عادش فما شيء يعجب، لا قرايه لا خدم لا حتى شيء، فهمت؟ ها؟ ياك لو قلت لك لا قرايه لا خدم في تونس كتضيق بك الدنيا اش تعمل؟ كتضيق بيا الدنيا نمشي نتكيف لعب. نمشي نتكيف لعبة. ايه؟ باش نرتاح شوية. فرهد فرهد نتكلم. نعمل جو. نعمل جو زاد. ايه؟ كاو. مش مضرة؟ نتضر خير من اللي نتحرق. تتحرق؟ تحرق في البلاد هذايا على الأقل نقعد سويعتين ثلاثة وأنا شيخ ومن بعد نفيق نعاود نتكيف. يتعدى نهار. ياكاو. يتعدى نهار. به أي نفترضوا اللي أنت سي خرجت منها تونس ومشيت للبلاصة اللي تحب تمشي لها في حياتك هكا. شو تعمل؟ نمشي بحدا ولاد حومتي الساعة بعدهم يوروا لي كيفاش نعيش وواحد بعد نخدم ونعرس ونروح لنا نروح بحدا الدار. وصلت غاديك باش تاخذ تونسية ولا تاخذ من لورا؟ واحدة ساعة من غادي نورق بعد نطلق ونعاود نجي لهنا نعرس بنت بلادي. علاش؟ خاطر نحب نعرف مسلمة هي اللهم كان دخل دين الإسلام وقت نكمل معاها. أما تبدا كافرة ما تبدا كفرة الوراق يعني. كي تبدا كفرة معناها تاخذها مكان على الاوراق. بس يا ربي سامح. شنو ليه بالرسم ناخذها على الاوراق ومن بعد نبعث مش كمل معاها ليه؟ كمل مع بنت بليدي لهنيا توينز. كمل معاهم لهنيا خير يعرفوا يطيبوا ويعرفوا. شنو هي ماخذ فكرة على البنات نتاع الاوراق؟ بنات الاوراق شنو هي كيفاش شنو هي الفكرة اللي ماخذها عليهم؟ ما عندي عليهم حتى فكرة. غزر لي كيفاش ما عندك عليهم حتى فكرة؟ ما عندي عليهم حتى فكر، هيك هيك نشوف فيها مع بيد عادي. ايه؟ هيك نمشي على مصلحتي انا زاد، باش نمشي نورق قلت لك ونرجع لهنا. بنات البلاد ما صحش بنات بلادك خرنانين. والله يا خرني انا المفيد تعرف الطيب وتهني وكهو. انت معناها مشكلتك كرشك فذايا الكل. ليه مش كرش يا ما كيفاش نعرس بوحده مو غادي طيب لي وحده عفسه. طيب. ولا ترضى بيا عليه. شكون اللي باش ترضى بيك؟ لا غادي جو ولا جوي صاحبك قال لك مش باش ترضى بيك لا تونسية لا قاوري ما فهمتش عليك. ليه نقصية قيد جوي بيه؟ ليه ما فهمتش زعما شنو هي وجهة النظر نتاعك؟ علاش؟ سايب علينا قول لي علاش زعما؟ بالرسمي علاش زعما؟ شنو علاش؟
نرفوزي برشا. ليه؟ على فما عفسه ما يحبش يقولها وكا. اه باهي اوكي، يا خطانا منها. باهي قول لي شنو باش نقول لك. دونك قلت لي طيب لك درشني ما تحبش، معناها التونسي خام فكر. ليه باش تهني وكا هاو معناها. معناها نرجع اللي قال اقرب طريق الى قلب الرجل كرشو صحيحه معناها. يا باز ما نعرفش شنو اخوها. فسر لي يا اخي. انا بعد الحوار هذا الكل حم نسال سؤال جاني هكا وليد اللحظه. يا اخي العبيد علاش تعرس؟ علاش تعرس؟ اي باش تعمل عائله. باش أيه. تعرس تعمل عائله وصغار بعد يعملوا عائله. حيات هذيك هي. شكون حيات؟ حيات معناها الحياه تستمر ما تقفش، فهمت؟ ديما كيما هما كيما بابا وامي عرس وانا باش نعرس ونجيب صغار وما يعرس هكاك. اللي انتم في الدنيا بطبيعتها. هما باز باش تعرس باش تندم زياد. علاش كي بعد ما تعرس تندم؟ باش نفسك هي وخلي لي مصروف وانت يبدا ما عندكش تمشي تتصرف باش تمدلها والاخر يحب على كوش باش تدخل بعضك فهمت؟ الاخر تجي تحكي على ولدي. ولدي ولدك كان ولدك ما لقاش فيك الخير تقول له الاخر. نجيب واحد يزي ولا زوز. كهو هذيك هي. باهي وكيما تعرسش؟ عليها ما نعرسش. تفجعت هكا بعد العرس باش تكبر؟ باش نعرس اما باش نطلق باس. باهي علاش باش تطلق؟ باش ندخل في مواضيع مصروف خاطر برشا كي نبدا جوي بيه فهمت عندي فلوس وقتها عادي. يا كهو قداش لازمك فلوس؟ في تونس على الاقل 100 مليون. باش تعمل بيه؟ باش نعمل دار وكهرباء ومراه وصغار. اوكي وفيو باش نخدم ليه باش نكمل نخدم يعني 100 مليون هذوما باش نعرس بهم. وانت ارخص عرس معناها 20 مليون تجيب اربع ناس باش يغنوا ب 20 مليون هذوما خليها لك ريس. مش لازم تعمل مش لازم تجيب الناس. ما هي ما ترضيش زاد تحب على الفرح. كان علي انا ماذا بيا ورقه في بلدي جاونا بها. هيك هاو. دونك موضوع العرس موضوع فاشل بالنسبه لي. فاشل على الاخر زياد. ثبت لي روحك تو تحب تعرس ولا ما تحبش؟ نحب نعرس اما قلت لك تبدا راضيه الطفله وجوها بيهي ومعناها في امور ماديه وكل شيء هكا ونكملوا مع بعض. نكاو ولقيت اللي باش ترضى هذيا تو لحد الان نزلت صغير اصلا. شو يطلبوا عليك مثلا اول ما تبداو تحكي؟ انا نحكي معها على الفيسبوك قالت لي ابعث لي تيكي ولا تنوريك المساجات. بصراحه دخل على طمع ابعث لي تيكي ولا ليه مش نكذبش عليك بعثت لها مره الاولى ومن بعد عاودت ابعث لي يا اخي حتى ذا زاد كان مخطوب مسكين خاطب مش مخطوب يا كهو طلقته ما نعرفش علاش يا كهو ما يبعثش في تيكيات هذاك علاش يا دي يبعث بالكوارت الراجل اوكي فلوسه فات بالكوارت يا كهو ردوا بالكم تبعثوا تيكيات هذه هي اللي خرجنا منه الموضوع ذا الكل ردوا بالكم تبعثوا الكوارت والتيكيات ميرسي